وانتصار وازدهار إن شاء الله. الإخراج المسرحي الذي كانوا يريدون إخراج السنوار به في إظهاره في لحظاته الأخيرة وهو مجروح وهو مقتول وهو محاصر، كانوا يظنون أن هذا الإخراج المسرحي ربما سيجعل الرجل صغيرا في عيون أتباعه. برأيك ما هي فلسفة العقل الصهيوني في التعامل معنا، وكيف تحولت عليهم في العقول العربية الآن؟ انقلب السحر على الساحر. لطالما العدو حاول أن يصور رجال المقاومة وقادة المقاومة على أنهم يعني جبناء يحتمون بالأسرى، وأن السنوار في الأنفاق، وأنه تحت الأنفاق وفي الأنفاق، وأنه يختبئ، وأنه يحيط نفسه بدروع بشرية من الأسرى حتى لا تستهدفه الاحتلال. هذه القول السردية طوال عام كامل، يعني وهي تحاول أن تصور قادة المقاومة على أنهم يعني جبناء، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكشف زيف هذه الرواية. وأراد الله سبحانه وتعالى لعبده السنوار أن يختاره مقبلا غير مدبر في الصفوف الأمامية، بل في الصفوف الأولى يقاتل مع جنده. فأبطل الله سبحانه وتعالى سحر نتنياهو ويعني جيشه ودولته ودعايته الإعلامية التي أرادت أن تنقص من قدر الرجل، فرفعه الله سبحانه وتعالى. هذه الميتة الشريفة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الذي فجر الطوفان، يعني جعلت اليوم الأجيال تنظر باحترام، بل هو هذه فاجأت الصديق والعدو. ولذلك هذه التسريبات التي يعني خرجت خدمت يعني أقول الرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية في أن رجال المقاومة قادة وجند يتساوون في الدماء والأرواح، هم يقبلون على الموت ولا يخافون من الشهادة، بل إن الله سبحانه وتعالى حقق لهذا الرجل يعني أمنيته، صدق الله فصدقه الله، اختاره الله سبحانه وتعالى في الصفوف الأولى وفي المقدمة، ولعل دماء تكون لعنة على هؤلاء اليهود ومحركا للأجيال في الأمة كلها، وسيبقى يعني رمزا لهذا الفداء وهذه التضحية، ولم يبخل على الوطن ولا على الطوفان بدمه عندما يعني كان يعني دمه وقود لهذه المعركة واستمرارية لهذه المعركة إن شاء الله تعالى. ولعمرك هذا ممات الرجال، ومن راد موتا شريفا فذا. هذه الخاتمة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها لهذا الرجل، يعني أبطلت سحر نتنياهو الذي يحاول دائما أن يصور رجال المقاومة على أنهم يفرون من المواجهة، في حين أنهم أبطال يقاومون وهم عند خلف كلمتهم، وإذا لزمت سقاية هذا المشروع بدمهم سكبوها وأنفقوها من أجل الاستمرار. وهذا هو الشعب الفلسطيني بقادته وبجنوده. وكأنها تعيد نفس قصة الغلام، آمنا برب هذا الغلام عندما قتل أمام الناس، الآن وكأن الناس يقولون آمنا برب هذا الرجل في الغرب والشرق. بلا شك إنها يعني النتيجة التي لم يكن العدو يحسب حسابها، ولولا قدر الله سبحانه وتعالى لا استطاع العدو أن يخرج لنا صورة لمقتل السنوار غير هذه التسريبة. لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أرادت أن تكشف يعني تضحيات هذا الرجل وصدق هذا الرجل ومطابقة القول يعني للعمل، وأنه عندما كان يقول أن أرواحنا وأن دماءنا ليست أغلى من أرواح أطفال فلسطين ولا أبناء الشعب الفلسطيني، صدق في هذه الكلمة قولا يعني وفعلا. وبالفعل اليوم الناس اليوم كل الناس يعني تؤمن بأن هذه الفكرة التي سقاها السنوار بدمه ستثمر، وأن هذا هو موت الرجال، وهذه البطولة، وهذه الرجولة، وهذا هو التطابق بين القول والفعل، بين النظرية والتطبيق، حتى أصبح يعني قدوة للأجيال. ولعلنا نراقب نحن كيف أن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الرجل يعني حيا يعني وشهيدا،
وبالتالي هو اليوم أصبح يعني رمز لأمة تريد التحرر من كل أغلال العبودية ومن كل قيود الذل. هو إرادة الله التي تصنع الرجال أحياء وشهداء أو أحياء وأمواتا. يعني قبل أن ندخل إلى الحلقة، انتشر وسم السنوار في اليابان مسمينه ساموراي فلسطين السنوار، يعني وصل إلى اليابان هذا الرجل الستيني الذي مات وهو يقاتل. هذا هو أنقول الشعب الفلسطيني، هكذا هي قيادته، هكذا هم جنوده، هكذا هي الفكرة التي تصنع الرجال، هذه هي العقيدة التي في سبيلها يضحي هذا السنوار. أنقول هذا النموذج من رجال فلسطين صنعته عقيدة الإسلام والفكرة التي هي مغروسة في قلوب جميع المسلمين، لكنها كانت في ينقصها القدوة، بروز القدوة حتى تتحرك الأجيال. القرآن الكريم تحدث عن أثر القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اليوم السنوار بانتصابه يعني قدوة للشباب وللرجال وللتضحية ورمزا للفداء، اليوم هو قدوة ليس للمسلمين بل للبشرية جمعاء، لكل الشرفاء ولكل الأحرار الذين يؤمنون بالحق الفلسطيني. السنوار اليوم يمثل قدوة لهم ونموذجا يحتذى. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينزل شأبيب رحمته على عبده يحيى السنوار وجميع شهدائه.